السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس كده، بس من غير لحمة ومن غير فراخ، يعني مش مكلفة. وزي ما انتم شايفين المكونات عندنا بطاطس وطماطم وفلفل وبصل، وعندنا فلفل اسود ومكعب مرق الدجاج. هبدأ بقى ان انا اجيب دلوقتي البصلاية دي واقطعها ترنشات، وهدعكها بالفلفل الاسود وهوريكم دلوقتي. خليكم معايا. البطاطس ترنشات زي ما انتم شايفين كده، هنزل عليهم بالفلفل الاسود، هقعد بس ادعكم كده شويه. على فكره ريحه الفلفل الاسود مع البصل كده بتبقى ريحته جميله، يعني اهو هنزل بقى عليهم بالبطاطس. هقلبها كده زي ما انتم شايفين. هي دي ما بتاخدش ربع ساعة في السوى، يعني هي أكلة سريعة. هبدأ بقى إن أنا أقطع عليها طماطمية. دلوقتي بقى هبدأ أنا أقطع الطماطمية، بس عليها طماطمية واحدة بس عليها، بحيث إن البطاطس تبقى لونها مش أحمر قوي، يعني بتبقى صفرة شوية، واللي بيحبها إن هي تكون حمرا ممكن يزود الطماطم. هبدأ بقى اجيب قرن فلفل، بس مش حراق قوي، يعني نص حراق. لو حراق قوي بنعمل كام قطعة كده بس ونسكت. دلوقتي بقى انا كنت اقول لكم ان في كام فص توم كده بحطهم. هبدأ ان انا برضو اقطعها ترنشات. زي ما انتم شايفين الطماطم مش كتيره، بس هتدي لون، بس هتدي اللون الاصفر. وقلت لكم لو انتم حابين تخليها حمرا بتزودوا الطماطم. هي كده بقى احنا بنزودها ميه عاديه من الحنفيه، ونحط عليها شويه ملح ومكعب مرق الدجاج. هجيب بقى انا كوبايه ميه من الحنفيه وهوريكم دلوقتي. انا جبت ميه من الحنفيه عاديه اهي، وحطيتها على البطاطس، بس هجيب تاني عشان ده مش شفايه. بحس ان الميه ما تبقاش مغطيه، يعني هي بتاخد بس قبل الصف الاولاني كده. بقى انا هحط عليها معلقه سمنه ومعلقه زيت، واحطها على البوتاجاز. دلوقتي انا هحط معلقه السمنه كده وسنه بس زيت، واحطها بقى على البوتاجاز كده واغطيها. هي ما بتاخدش حوالي ربع ساعه على البوتاجاز، بس ان شاء الله هتعجبك. احطها على البوتاجاز بقى وارجع لك. ودلوقتي البطاطس زي ما انتم شايفين معانا كده بدات تغلي اهو، بس لسه ما استوتش. هنغطيها شويه كمان ونرجع لها تاني. ودلوقتي البطاطس استوت معانا كده زي ما انتم شايفين، وشايفين لونها كده. انا زي ما قلت لكم مش هتبقى حمراء، هتبقى صفرة كده شويه. وطبعا زي ما قلت لكم اللي حابب يزود لونها او تبقى يخليها حمراء بيزود الطماطم. انا دلوقتي هحطها في الفرن وهرجع اوريها لكم تاني. ودي بقى صينيه البطاطس معانا زي ما انتم شايفين. اكله مش مكلفه طبعا، مش محتاجه لا لحمه ولا فراخ، ممكن باقل الامكانيات الموجوده عندنا في البيت. يا رب اكله النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله العظيم.